فأنا متفائل برئاسة جو بايدن. جو بايدن، وأنا كدبلوماسي ببص للموضوع من الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى بكل قولا واحدا، صحيح، بكل ما تعنيه هذه الكلمة، بغض النظر عن مواقفنا من بعض سياساتها في الشرق الأوسط، هي قوة عظمى، وقوة عظمى مؤثرة على النظام الدولي بشكل منقطع النظير، استراتيجيا، سياسيا، اقتصاديا، عسكريا، وبتشبه بروما زمان. يعني ما من قوة عظمى حتى الاتحاد السوفيتي في أوج مجده لا يستطيع أو لم يستطع أن يساير الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية باستثناء 4 سنوات دونالد ترامب كانت بتقود النظام الدولي وكانت بتضع قواعد للنظام الدولي. فالنهاردة لما بحلل مجيء جو بايدن بحلله من هذا المنظور. الشرق الأوسط هيشهد تغيرات إيجابية، سواء على صعيد القضية الفلسطينية، سواء على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي، سواء على صعيد السلطة الفلسطينية وتعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع السلطة الفلسطينية بعد الابتزاز السافر الذي تعرضت إليه من على يد ترامب والثالوث الصهيوني كوشنر وفريدمان ونتنياهو. السلطة الفلسطينية أكبر رابح في فوز جو بايدن في المنطقة العربية في تقديري هي السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. إيران أتوقع أنه الولايات المتحدة الأمريكية هتعود إلى الاتفاق النووي، لكن بإجراء تعديلات عالية. بالنسبة لإسرائيل وخطة السلام الصهيونية هيتم تجميدها، هيتم السكوت تماما على ما ورد في هذه الخطة من ضم 30% من أراضي الضفة لإسرائيل، من ضم وادي الغور الأردن إلى إسرائيل، الاعتراف الأمريكي السافر بالجولان بالسيادة الإسرائيلية على الجولان هيعاد صياغته، ويخش حضرتك في مفاوضات سلام بين سوريا وإسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية في ظل بايدن هتعيد الدعم المالي لوكالة الغوث الفلسطينيين، هتعيد افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وهتعيد افتتاح القنصلية العامة الأمريكية في القدس.